السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم عاصم منصور من شركة أوربكس، حيث نخدم المتداولين بمسؤولية في المزرعة اليومية للأسواق اليوم 19 مارس. أبدأ معاكم بالدولار الأمريكي واللي بيستقر حاليا عند مستوى مهم جدا، وهي مستويات القرب لمستوى 95.80، وده مستوى بيختبر قاع سابق متكون يوم 28 فبراير الماضي. ولكن الأسواق تنتظر في الوقت الحالي قرارات الفيدرالي الأمريكي غدا، ومن المتوقع أن يتم الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 2.5%. ولكن الأهم من ذلك، يجب التركيز على توقعات الفيدرالي لعدد مرات رفع الفائدة هذا العام. الأسواق بتسعر بشكل كبير خفض توقعات الفيدرالي لعدد مرات رفع الفائدة من مرتين لمرة واحدة خلال العام الجاري، ولكن مخاطر الإبقاء على عدد مرات رفع الفائدة أو الإبقاء على توقعات النمو أو التضخم ده بيزيد احتمالات تعافي ملحوظ للدولار الأمريكي. لكن في حال خفض عدد توقعات رفع الفايدة والتوقف عن خفض الموازنة العامة وتم كسر المستوى 95.70، من المتوقع أن نشهد المزيد من التراجع على المستويات 95 ومنها المستويات 94.70. ولكن النظرة بشكل عام على المدى المتوسط ستظل سلبية مع استقرار التداولات أسفل المستوى 97.50 على المدى المتوسط للطويل. ننتقل على اليورو دولار. طبعا التداولات تستقر عند خط الاتجاه الهابط الذي تم الإشارة إليه سابقا قرب مستويات ال 13.50، ولكن في حال كسر هذا المستوى سنشهد المزيد من الارتفاع لمستويات ال 14.15. في حال كسر هذا المستوى سيواصل اليورو دولار تعافيه مستويات ال 15.20. ولكن بشكل عام يفضل استغلال التراجعات كما أؤكد في العديد من المرات للشراء من مستويات منخفضة قرب مستويات 12.50 أو المستوى 13، وتظل النظرة الإيجابية قائمة على المدى المتوسط للطويل مع استقرار التداولات أعلى المستوى 1.12. لكن في حال فشل كسر هذا خط الاتجاه وهذا السيناريو ضعيف، فمن المتوقع أن يشهد اليورو دولار بعد التصحيح الهابط قبل معاودة الارتفاع مرة أخرى، وده طبعا هيعتمد على قرارات الفيدرالي الأمريكي المترقب صدورها غدا. بالنسبة للتداولات الاسترليني دولار، طبعا لا تزال التداولات غير واضحة مع التقلبات عنيفة مع تخبط أنباء البريكسيت وتصريح رئيس مجلس العموم بأن التصويت الثالث لا فائدة منه طالما كانت تريزا ماي لا تقدم المزيد من التغييرات في الخطة المقترحة. ولكن ينتظر الاسترليني حالة من الغموض في انتظار اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم 21 مارس، وهذه القمة الأخيرة قبل الموعد النهائي للخروج بشكل رسمي يوم 29 مارس. أغلب التوقعات بتشير إلى أن بريطانيا ستحاول مد فترة المفاوضات إلى ما بعد 29 مارس، وفي خلال هذه الفترة سيشهد الجنيه الاسترليني تقلبات قوية في خلال الصدور المزيد من التصريحات والأنباء. من ناحية الفنية، استقرار التداولات أسفل مستوى 33.50 ده بيدعم النظرة الحيادية مع استقرار التداولات على المدى المتوسط ما بين مستوى 1.30 ومستوى 1.33، ولهذا يفضل استغلال الارتفاعات للبيع والانخفاضات قرب المستويات الدعم للشراء. ولكن بشكل عام في حال كسر المستوى 33.50 وصدور أنباء إيجابية بخصوص البريكسيت سنشهد المزيد من الارتفاع للاسترليني دولار لمستويات 1.35 طبعا، وده مرتبط بالأنباء الخاصة بالبريكسيت. بالنسبة لأسعار الذهب، استقر التداولات حاليا عند 1305، وكما أشرت النظرة الإيجابية ستظل قائمة على الذهب مع استقرار التداولات أعلى المستوى 1280 دولار للأوقية. ولكن يجب انتظار اختراق المستوى 1310 اللي بيمثل أعلى قمة للمتكونة يوم 13 مارس والمتوسط المتحرك على 200 على الإطار الزمني 4 ساعات. ولكن في حال كسر هذا المستوى سنشهد المزيد من الارتفاع لمستويات 1320 مرة أخرى، وتظل النظرة الإيجابية قائمة مع استقرار التداولات أعلى المستوى 1280 وتتحول للبيع فقط في حال كسر هذا المستوى. النفط طبعا وصل المزيد من الارتفاع، ودي كانت حركة متوقعة مع استمرار خفض منظمة الأوبك لمعدلات الإنتاج وتراجع الدولار الأمريكي لاستقرار التداولات حاليا عند المستوى 59.50، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاع لمستويات 62 أو 61.65 أولا. يفضل استغلال التراجعات لشراء النفط، ولكن المستوى يجب استقرار التداولات أعلى المستوى 58 دولار للبرميل للحفاظ على
الحركة الحالية الصاعدة، ومن المتوقع أن يتم استهداف المستويات ال 61 90 أو 62 50 قرب المتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني اليومي. بالنسبة لتداولات مؤشر الداو، طبعا شهد المزيد من الارتفاع مع ترقب قرارات الفيدرال الأمريكي واحتمالات خفض عدد مرات رفع الفائدة العام الجاري، ولكن بشكل عام تعد هذه الحركات حركات تصحية، ولا تزال النظرة السلبية قائمة مع استقرار التداولات أسفل مستوى 26200، وفي حال كسر هذا المستوى فقط تتغير النظرة الحالية لتداولات الداو. في حال كسر المستويات ال 25760، من المتوقع أن يعاود مؤشر الداو تراجعه إلى مستوى 25300. كانت هذه نظرة سريعة لأسواق التمنيات. لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.